العيد بالحب مجمعنا مجمعنا بنا شوية أجمل معنا أجمل معنا العيد 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 بالحب مجمعنا مجمعنا بنا شوية أجمل معنا أجمل معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين ومع فقره جديده. فقراتنا كلها بتحلى معاكم وبمشاهدتكم بمشاركتكم. فقره فن الكاريكاتير. يمكن انا في الحلقه دي بالتحديد او يعني في مناسبه العيد فكرت ان احنا نتكلم عن فن الكاريكاتير وعن فنانين الكاريكاتير، لان الفن ده بالتحديد ارتبط بالابتسامه، ارتبط بالكوميديا. كلنا طول عمرنا بنشوف حتى في الصحف في الجرايد بنشوف دايما الكاريكاتير، بنحب نشوف النهارده مقدم لنا ايه. دايما معروف ان هو الكاريكاتير مرتبط بالابتسامه. هنتكلم عن كاريكاتير وفن الكاريكاتير واسرار عالم الكاريكاتير وسر ارتباط الكاريكاتير ب الكوميديا وسر ارتباط الكاريكاتير بالسخرية. معروف ان هو فن ساخر، ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقرة، الفنان رسام الكاريكاتير الجميل الأستاذ صابر طه. أهلا بيك. أهلا بيك عمرو، كل سنة وانت طيب والقناة كلها ومصر كلها بخير وسلام ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. فنان كاريكاتير بيكون دايما مبتسم كده ولا عشان احنا في عيد؟ انا من عادتي مبتسم حتى لو مكتئب، يعني وشي بيبتدي يضحك يعني. لا ده انا دلوقتي انا قاعد في بره الاستوديو وبشرب شاي فسمعت صوت حسن الهلال فقلت ايه في حي في حد بيولد ولا ايه؟ طبعا انت اتفضيت وانت بره، ده انا كان في وداني. وبعدين هو ما اتفقش معايا على كده، احنا قلنا نقدم حاجه هاديه ظريفه وبتاع، هو فاجئني بصراحه. انا نفسي ما شاء الله يعني. لا لا فظيع فظيع، هو طبعا فنان جميل والله. رحت لاسمه عملته في الله، بس خلي بالك عشان هو حلف كمان انه هيستناك بره. ما انا قاعد الان. عايز اسالك عن فن الكاريكاتير. انا عارف ان انت فنان تشكيلي في الاساس. انا اصلا فنان تشكيلي تصوير زيتي، دي كانت بداياتي يعني من صغري، وصاحب لقب اصغر فنان تشكيلي في العالم العربي. ويمكن اللقب دوت لقبهوني لان انا كنت بعمل وانا صغير معارض كبيره، فكانوا يفتكروا صابر طه دوت يعني راجل بقى كبير، ومن كتر الشغل ان هو عالي وسنين عمر بقى وخبره وبتاع وسن، يخشوا المعرض يقولوا بقى صابر طه ده بقى بيضه، فيبصوا يلاقوا عيل صغير دخل فما بيصدقوش يعني. فلقبوني صاحب لقب اصغر فنان تشكيلي في العالم العربي. الفن التشكيلي دايما بيبقى مرتبط بالغموض. الفن التشكيلي يعني ده يمكن مختلف عن الكاريكاتير شويه، بان الفن التشكيلي مش اي حد ممكن يفهمه. على فكره انا يعني انا عمي كان فنان تشكيلي، حد كبير جدا ومعروف جدا في الوسط، ما اعرفش انت تعرفه ولا لا، الدكتور محمد ابو خليل، حد معروف جدا في الوسط. وكان دايما اما بتفرج على لوحاته بصراحه ما بفهمش منها حاجه. كان كتجريدي. هو دايما دي يمكن اللي عندنا احنا، يمكن في مصر يمكن في فئات كتيره جدا ما عندهاش حته فهم الفن التشكيلي شويه، بالذات التجريديه او الحاجات اللي هي فيها غموض يعني. تمام. زي ما حضرتك بتقول. تمام. احنا بنحب دايما اللي هو الشغل الواقعي. تمام. انا واقعي يعني، انا بحب الواقعي لان انا بحب انقل الصوره مصريتي والاحياء الشعبيه. من المفترض في الفن او في الاعلام او في اي حاجه فيها اتصال جماهيري ان بيكون قائم على حاجه توصل للناس بسهوله. موقع الفن التشكيلي من ده فين؟ هو بصراحه هو ده موجود يعني، ويمكن انا ده انا بعمله، بس انا اتجاهي اللي هو الواقعيه. الواقعيه عشان الناس كلها تفهم اللي هو الفن التشكيلي. اللي بيحدد المعالم معروف بالكلام يعني، بتتكلم يعني ما حد مش محتاجه شرح. تمام. لكن اللي هو التجريديه او السريه دي مدارس. تمام. مدارس فنيه. تمام. في فنانين بيتجهوا طبعا حسب المدارس، كل واحد له مدرسته. تمام. وبرضه ليها قدرها وفنها طبعا بس هي فهمها بعض الفئات زي ما قلت لك، مش اي حد بيفهم دوت، بيحتاج ليها شرح عشان يعرف، لان دي بتطلع من وجدانه، بيقصد بها فكره، يقصد بها رساله، فبيطلعها في لوحه فنيه يعني. بيحصل كده. اولا هو موضوعنا دلوقتي مش الفن التشكيلي، هو كتير. بس معلش انا ليا سؤال بيلح عليا جدا
جدا في الفن التشكيلي باعتبارك فنان تشكيلي. بتزعل لما بتلاقي في ممكن مشاهد في الافلام بتسخر من الفن التشكيلي او بيبقى فيها افيهات خاصه بالفن التشكيلي؟ انت هتجيب سيره فنان عادل امام. فنان عادل امام وفي برضه احمد راتب باين. لا ده انا في مشهد انا ما انساهوش بصراحه اللي هو ما بيستحماش. لا احنا عايزين نعدي اليوم على خير. انا عايز اقول لك على حاجه في مشهد هم مش هنتكلم على الفنان دي ما بيستحماش. لا مش كده. في مشهد الفنان عادل امام في فيلم عريس من جهه امنيه. الفيلم المشهد ده اللي هو كان مع بنته بيلفوا في معرض الفن التشكيلي وبعدين لقى لوحه وبعدين من ورا الرسام بتاعها قام قالبها وعرض وفضلت طول الوقت الناس رايحه جايه قدامه وتتفرج عليها وهي مقلوبه وبعد كده رسم شغبيط على الباب وقال لك دي اللوحه بتاع حاجات كده كان فيها يعني زي ما تقول ايه افيهات خاصه بالفن التشكيلي وكده. انت لما بتشوف ده بتحس ان فعلا الفن التشكيلي محتاج ان هو يتقدم للناس بشكل او الناس تبقى فيه توعيه ليهم ان هم يفهموا ده بيتكلم ازاي او بيعبر ازاي؟ هو بالفعل يعني واحنا في يعني ما فيش اهتمام بالفن التشكيلي لان هو مظلوم في مصر. تمام. لان ما فيش تركيز عليه قوي. يعني هو التركيز كله على التمثيل والغناء يعني او المطربين. انما يعني الفن التشكيلي ما فيش. الفن التشكيلي بالفعل يعني مظلوم في مصر وده من الفنون الرفيعه. يعني تمام. يعني فاهم؟ ففي يعني دي بتحتاج يعني كما احنا في الفتره اللي فاتت دي ان شاء الله انا متفائل خير ان في بعض المؤسسات والشركات بداوا يتجهوا للاتجاه دوت. تمام. ويهتموا بالفن التشكيلي ويعملوا ليه ويدعموه يعني في زي اللي هي معارض زي دوم وفي بعض الشركات يعني مش عارف يعني اسمها ايه بالظبط يعني بس بداوا يعملوا حاجه حاله كده باهتمامهم بالثقافه عامه والفن التشكيلي. طيب هنتكلم بقى عشان ننتقل لفن الكاريكاتير. الفن الكاريكاتير وعلاقته بالابتسامه، علاقته بالكوميديا، علاقته بان هو فن ساخر. انت دخولك المجال ده، دخولك مجال الكاريكاتير ده بدا ازاي معاك وبداته ازاي والموهبه هل هي كانت موهبه موجوده معاك من الصغر؟ هقول لك انا من صغير وانا يمكن من حوالي 6 سنين يعني الرسم بدا معايا. انا ما كنتش بخرج من البيت يعني مش بلعب كتير ماليش اصحاب كتير فكنت كل وقتي في الرسم ده فعشان كده بقيت قوي لان الممارسه هي اللي بتقوي الرسم. فانا كان اتجاه كله الزيت واللوحات فموضوع الكاريكاتير دي جت يمكن من كام سنه حوالي 7 سنين أو 8 سنين دي جت صدفه. كان في زميل ليا او مجموعه زملاء كانوا في مجله معروفه هي مقرها في الكويت وصاحبها وصاحب كذا مجله يعني في مصر وفي العالم العربي يعني مجله مشهوره جدا يعني فجي قال لي طب ما تيجي تعالى ده في عاوزيننا في مجله جديده وتعالى بتيجي معايا. قلت له انا مش كاريكاتير. قال لي لا بس انا عاوزك تيجي. فرحت معاه فهم كانوا عاملين اختبار يعني اختبارات كتيره جدا يعني عشان يصفوا لان عارفين ان مصر دي تاريخ الكاريكاتير هي تاريخ الكاريكاتير يمكن الكاريكاتير يمكن هي اول بلد اللي رسمت كاريكاتير فالحمد لله يعني احنا معروفين ان اقوى فنانين كاريكاتير في مصر فهم طلبوا من مصر كده. فالمهم انا رحت وقعدت المقابلات ديت وعملوا اختبارات انا نفسي اتفاجئت وكله اتفاجئ كل ما يعملوا اختبار اطلع الاول كل مش عارفه من حوالي 8 اختبارات وفي الاخر انا اللي فزت من ضمن 15 وكنت اولهم كمان ورحت عملت اللي هي الدعايه للمجله ديت في الكويت لمده 20 يوم ونجحت جدا. المهم الموضوع ان انا اتفاجئت بموضوع الكاريكاتير دي جت ازاي وبقيت ارسم لايف في دقيقه او دقيقتين يعني فهي موضوع الكاريكاتير ده هنقول ان انت شخصيه في الاصل شخصيه ممكن تكون ضحوكه شخصيه بتحب الضحك بتحب الهزار بتحب كده هل لو شخصيه غير كده ممكن تمشي في الفن ده؟ لا ده انا هقول لك كمان احنا شعب يعني مصر دي مرت بازمات كتير على مدى العصور اللي فاتت يعني لو ما كانش عنده حته السخريه ديت او الضحكه الشعب ده كان مات بالفعل. اكيد. فدي ده يمكن بالعكس ده الضحكه ديت والسخريه ديت يمكن دي تدعيم للحياه لان الانسان عايش معاناه وكده لو عاش على المعاناه ديت بس بالفعل هيموت وهيعيا فدي اللي يمكن بتنقذنا من بتخليه بتطول عمرنا. يعني فهي مطلوبه وهي تدعيم للحياه بصراحه. لما بتيجي ترسم حاجه الفكره بتجيلك ازاي؟
الاول انا بتاثر بالموضوع تمام يعني، وعلى فكره انا رسمي كله اكتريته اجتماعي ويمكن السياسي، يمكن في بعض الحاجات طبعا المشهوره مش هنتكلم عنها دلوقتي لازم اتاثر بالموضوع. طب عايزين نعرض شويه صور يعني كده وتشرح لنا برضو دي عباره عن ايه نعرضها. يا ريت. دي كانت اغنيه نظمي رسمي، ده كان مؤلفها تامر حسني، وكان فلما جم يعملوا الاغنيه ديت كان كلماتها مش مفهومه وقالوا الناس مش هتفهمها، طب نعمل ايه؟ فجه ماجد كلمني المخرج فقال لي ايه رايك نعمل لها كرتون. تمام، ننقل بقى على الصوره اللي بعدها. دي بقى هي مجموعه، يعني هي مجموعه للاغنيه كلها. ناخد تعليق سريع جدا كلمه عشان الوقت بس. هنا بيقول عشان ايه بعض الكلمات من الاغنيه نفسها، شكري. طب يعني نشوف اللي بعدها. وهنا بيقول مسطره على ايه؟ على فكري او حاجه زي كده انا مش شايف. دي اغنيه تامر حسني. تمام، طبعا كنت معبر على كل موقف لل فطبعا هم عملوا لها ستوري بورد. دي ايه بقى؟ دي دي برضو من ضمن برضو تمام الكاركاتير بتاع الاغنيه. تمام، هننقل برضو على حاجه تانية ان شاء الله بعديها. ممكن ننقل بقى على السريع كده على حاجه تانية بعديها كده. دي كانت خاصة بالاغنية بتاعت تامر حسني نظم رسمي الرسمة لما تيجي ترسم كاريكاتير ودايما الكاريكاتير يمكن هما في الفكرة دي الكاريكاتير هنا يعني له عامل كبير وهو بيقدم رسالة، يعني احنا شايفين هنا كمان كم جابوا محمد عبلة. عايز اسألك السرعة في الرسم دي بتحتاج منك مجهود أكيد وتركيز بالزبط. ازاي بتحافظ على التوازن ده، ان انت تحافظ على تركيزك وتحافظ ازاي ان المجهود او بذل الجهد ده ما يأثرش على نقدر نقول معدل السرعة بتاعتك في الرسم؟ هي دي جت من ممارسة يعني ما جاتش كده سهله يعني. تمام، فجت من ممارسه وتعب وتجارب فهي جت يعني كان الحمد لله يمكن الواحد عشان كان متمكن فالحمد لله يعني بقيت ارسم لايف في خلال دقائق يعني. لو طلبت منك بالمناسبه سعيده دي ترسم لنا حاجه. انا بالفعل قاعد بره موضوع حسن الهلالي شدني فنقلت على صوره ثانيه يعني هفاجئك بيها وهكملها دلوقتي. خاصه بالعيد ولا يعني خليها مفاجاه. طب ماشي، طب ترسم الاول ولا تورينا الصوره الاول؟ نرسم الاول كده ممكن نتفرج على بعض او نسيب السيارات قدام الكاميرا كده. احنا هنكملها ندورها سنه كده قدام الكاميرا وانت بترسم. ايوه طبعا انا مش عاوزك تشوفها. انا كده مش شايف حاجه. فبقول لك شدني حسن الهلالي لان دخلت اتخضيت من الصوت بقول في ايه، قالوا لي لا ده حسن الهلالي بيهزر. فقلت كده فطبعا شفته فلقيت طبعا موضوع الشنب اللي مشهور بيه فحبيت ان انا اعمل له سكتش كده عجبني يعني. هو انسان لذيذ يعني. طبعا موضوع الكاريكاتير دوت على فكره عايزين هو بيقدم رساله للناس. عشان هو فاضل دقيقتين في الفقره عايزين سرعه شويه. ان فن الكاركاتير ده مهم جدا، بيقدم رساله لكل فئات المجتمع وبيبقى يعني لو تعرف ان الانسان حتى اللي هو مش بيقرا ويكتب لو تلاحظ حتى تبقى قاعد على قهوه معاك جورنان تلاقيه بيبص اول حاجه بيبص عليها الكاركاتير. طبعا انا رسمت شخصيه دلوقتي هيتفاجئ بقى عموره انا مش شايفهاش اصلا. انا مش شايف والله انت مدور. لا انا مش عاوزك تشوفها يا عم. مش عارف اشوفها. طيب زي ما فاجئت بقى حسن الهلال. انا ممكن امضي كمان. طب يا ريت. في برضو بعض الصور اللي انا نفسي تعرضوا صور برضو اللوحات الفنيه عشان تشوفها يا عمرو. طبعا الصوره دي مش عارف انت هتجيبها باينه. طب لا خلي عمرو الاخر. لا والله اشوفها بس عشان
دي عمورة. ايه ده مش ممكن بقى يا حبيبي، انت ده مش ممكن بقى، مش ممكن. الله يخليك. ايه ده نضيت خالص يا نهار. لا حسن الهلال يرجع تاني يا جماعه، حسن الهلال يرجع تاني. ارجع تاني يا حسن الهلال. وبعدين قلت لي شويه شعر طيب، شويه كده اي حاجه يا. لا انا راسي على فكره. ايه ده ايه ده، ده انا ده لو كده ده نضيت خالص يا جماعه. ايه ده حبيب قلبي، نعرضها قدام الكاميرا تاني. ربنا يخليك وحاجه جميله بجد فاجئتني بيها. جميله هي جميله جميله فوق بس يعني، انما الباقي كله ده حاجه مش طبيعيه خالص يعني. لا طبعا يعني ده كاريكاتير برضه بيبقى فيه مبالغه. لا جميله بس لازم تطلع بعض الملامح المهمه. طب يعني كنت احط لي شويه شعر كده اي حاجه يعني. وانت احلى من التاني. ربنا يخليك. الله يخليك. انا بشكرك جدا جدا بجد، مفاجأة جميلة، وانت انسان جميل وفنان جميل، واحنا اكيد هنلتقي طبعا فقرات تانية ان شاء الله. يشرفني. لان موضوع الكاريكاتير ده انا شايف ان هو بحر كبير جدا وفن كبير جدا لازم نتكلم فيه. انت بتعرف ترسم اي حاجة في اي وقت تحت اي ظروف؟ دايما في رسمي بالذات، ويمكن دي من الحاجات الغريبة مش عارف يعني، بس انا ده طبعي يعني، ان انا لما باجي ارسم برسم بالليل. تمام. لان بالفعل بالليل يكون الناس كلها نايمة، بحب الهدوء ويكون الدنيا كلها راسية خالص، فاحب ارسم في الليل عشان ما فيش حاجة تخطفني يعني. انا في بعض اللوحات يعني، يمكن في اللوحة ديت دي مراحل اللوحة. ده شغل الزيت بقى. دي لوحة مصر المتمردة. تمام. دي يمكن شارك فيها كل الفنانين ومثقفين مصر كلهم خليتهم، وده احمد مسلماني. دي من الحاجات اللي كانت ايام الاعتصام يعني. يعني عايز اقول لك بجد انت اسعدتنا بوجودك، واحنا يا ريت بنطالب الحكومه ان هي تستثمر المواهب الجميله دي، في ان هي برضو اكيد اكيد انتم محتاجين برضو دعم، محتاجين استثمار للمواهب الجميله بتاعتكم دي. والله بوجودي معاك يا عمرو يعني في مفاجاه يعني، انا اول مره اقولها، ان انا ان احنا دلوقتي انا ومجموعه اصحابي في الكاريكاتير بنفكر في مجله، وكنتش عاوز اطرحها يعني دلوقتي، هي اسمها شباك. تمام. ان شاء الله بتفائل فيها خير، وبنقوم بنكون على عملها ان شاء الله، وحاسس انها تنجح كلها خاصه واحنا معاك وتعملها هيكون مكانك موجود عندنا هنا. وانت انسان جميل، واحنا يمكن قناه الصحه والجمال موضوع الكاريكاتير ده مرتبط برضو بالجمال وفن جميل. الفنان الجميل رسام الكاريكاتير صابر طه بشكرك ونورتنا. طيب. وكل سنه وانت طيب. الله يخليك حبيبي. وبشكرك طبعا على اللوحه الجميله دي من فوق بس. مش طبعا، مش طبعا. طب قبل ما ننهي الفقره عشان مصر كلها شافتني كده. اشكرك جدا جدا اعزائي المشاهدين. بنشكر ضيفنا الجميل الفنان الكاريكاتير صابر طه. والفقره اللي جايه هي الفقره اللي انا بصراحه بستناها من العيد للعيد، الفقرة الدينية. الحقيقة أنا بقول بستناها من العيد للعيد، لأن هو ضيفنا الحقيقة في الأعياد دايما بنسعد جدا بوجوده معانا، فضيلة الشيخ محمود الأبيدي. هو المنسق العام لحركة أئمة بلا قيود، وإمام وخطيب مسجد الجمال بالمنصورة. وهنتكلم في الفقرة التالية عن العيد والتعامل في العيد، وعن إزاي بعض الممارسات الخاطئة أثناء الاحتفال بالعيد إزاي نقضي عليها. ومع الشيخ محمود الأبيدي، انتظرونا بعد الفاصل.